ومسال فول لإفري بودي. معاكم عمر عبد الرحيم. معلش بس رمضان وتحمست وكده هو. اهلا وسهلا بكم شباب، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعيدوا علينا بالف خير كلنا دايما يا رب وبنجاح. النهارده جاي اتكلم في سؤال عند الناس كلها، ازاي احافظ على الانجليزي بتاعي في رمضان، او ازاي اقدر ان انا اطور من نفسي او حتى احافظ على المستوى بتاعي. ازاي اقدر احافظ على الانجليش من غير ما اعمل براكتس، من غير ما اسمع، من غير ما اكتب، من غير ما اقرا، من غير ما المس الانجليزي بس برضه افضل محافظ عليه. خليني اقول لك يا معلم، هو ده مستحيل، وطبعا بان لك جدا من طريقه كلامي. طيب دي المشكله، حلها ايه؟ ان احنا نعمل براكتسينج. بس ازاي يا عم عمر؟ رمضان ده كله حاجات روحانيه، وبنحب نقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر، وبنصلي ونصوم ونقرا القران والكلام ده كله يا معلم. ده لازم، ولازم احنا كلنا نعمل كده. بس خليني اقول لك على حاجه، انت لو سبت نفسك في الانجليش رمضان بقى والعيد والامتحانات وده كله، بنتكلم في حوالي شهر ونص من غير ما تعمل براكتسينج، انت مش هتثبت يا ريس، انت هترجع. فهتيجي بعد رمضان تعمل لنفسك بليسمنت تيست او تحديد مستوى، تلاقي نفسك رجعت ليفل اتليست 2 ليفلز وهكذا. فنعمل ايه؟ بص انا عايزك بس تفضي نفسك 4 ساعات في الاسبوع. انت متخيل 4 ساعات في الاسبوع؟ 4 ساعات في الاسبوع كافيين ان هم يخلوك تحافظ على اللي انت موجود فيه. ده في الكلام بس، في السمع طبعا خلي دايما في حاجات شغاله بالانجلش قدامك. هنعمل ايه في الساعتين دول؟ هنعمل فيهم كونفرسيشن بس. تاخد كورس كونفرسيشن اونلاين، تتكلم مع اصحابك انجلش، تتكلم مع نفسك بالانجلش، يعني المهم تتشقلب. 4 ساعات في الاسبوع يا معلم اظن مش كتير. الاسبوع فيه 168 ساعة، انا عايز منهم 4 بس. اظن ان ده it's not too much to ask، وده اكسبريشن هنتعلمه النهارده، يعني بزياده ال يعني اللي هو مش كتير عليا يعني، او مش كتير عليك. فضي نفسك يا معلم الاربع ساعات دول، وصدقني انت هتلاقي نفسك بعد رمضان انت قادر ان انت تحافظ على نفس المستوى بتاعك. انت طبعا مش هتتقدم قوي بمستوى ملحوظ، ولكن اقل حاجه تقدر تحصل عليها في الحاله دي المحافظه على اللي انت فيه. فبس كده عشان نلخص النصيحه بتاعت النهارده، هتفضل تسمع برضو حتى لو انت نايم، شغل حاجه موجوده بالانجلش مثلا. تاني حاجه ان احنا نفضي نفسنا 4 ساعات في الاسبوع اتليست نقدر نعمل فيهم انجلش براكتسينج كسبيكينج، وعن طريق كده ان شاء الله هتحافظ على الانجلش يا معلم. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.